بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشرفنا أن يكون مبدأه بكتاب الله عز وجل من القارئ الشيخ أيمن منصور إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا
وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. أيها السامعون والسامعات، نحن الآن في مسجد رمز من أرمام الرموز البيت النبوي الكريم، مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه، الذي قال فيه الشاعر القديم: هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله فبجده أنبياء الله قد ختموا. ويسعدنا أن يكون رئيس جلستنا اليوم دوحة هاشمية من آل بيت النبوة، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد محمود هاشم، أستاذ الحديث وشيخنا جميعا، أمين اللجنة الدينية بمجلس الشعب المصري، ونائب رئيس جامعة الأزهر السابق. وافتتاح تلك الجلسة به مما يشرفنا جميعا، ونسأل الله أن يكتب لنا وله وللسامعين والحاضرين الأجر، إنه على كل شيء قدير. فليتفضل فضيلته مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنها للحظات سعيدة إذ نلتقي على مائدة السنة النبوية المشرفة وفي رحاب مسجد سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه، وفي رحاب هذه الكوكبة من علماء الحديث الذين قال عنهم الإمام الشافعي: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. فهم لهم صحبة مع أنفاس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحقيقة قدمني أستاذنا وشيخ المحدثين في هذا العصر أستاذنا الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، وحقيقة يعني لم أجد إلا أن أمتثل لأمره، فهو شيخي وأستاذي، وأقرأ الموطأ يعني عن مجموعة من مشايخي، منهم أخذت هذا عن مولانا سيدنا الشيخ أحمد معبد عبد الكريم، أطال الله في عمره وأبقاه الله لنا ذخرا ومددا. ويعني لا أعرف هل أعيد إليه الميكروفون مرة أخرى لنبدأ؟ نعم، أي نعم. فسألتك أنا امتثلت، فسأعيد إليك الميكروفون كما قال، يعني واقعة سيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا زيد بن ثابت، هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا، فأنت عالم الأمة فتبدأ وأنا أبدأ خلفك، فأنا قبلت يعني. شكرا سيدي. امتثالا للأمر، ومن أمر فخير موقف له أن يمتثل. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية قراءة اليوم
من موطئ الإمام مالك رضي الله عنه عالم المدينة. هذه رواية يحيى ابن يحيى الليثي. باب التيمم. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فجاء أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم، فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. قال: وسئل مالك عن رجل يتيمم لصلاة وحضرت ثم حضرت صلاة أخرى، أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ فقال: بل يتيمم لكل صلاة، لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم. قال: وسئل مالك عن رجل، قال أي يحيى الراوي للحديث وللموطأ، وسئل مالك عن رجل تيمم أيؤم أصحابه وهم على وضوء؟ قال: يؤمهم غيره أحب إلي، ولو أمهم هو لم أر بذلك بأسا. قال أي يحيى: وقال مالك في رجل يتيمم حين لم يجد ماء فقام فكبر ودخل في الصلاة فطلع عليه إنسان معه قال: لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات. قال أي يحيى: وقال مالك: من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء
بأطهر منه، ولا أتم صلاة، لأنهما أمرا جميعا، فكل عمل بما أمره الله فكل عمل بما أمره الله به، وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء، والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة. قال أي يحيى: وقال مالك في الرجل الجنب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم. العمل في التيمم. حدثني يحيى عن مالك. القائل حدثني يحيى هو الراوي عن يحيى، لأن موطأ مالك روي عمن روى الحديث الموطأ عنه بإسناد متسلسل إلى هذا اليوم الذي نحن فيه. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كان بالمربط نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين. قال: وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به، فقال: يضرب ضربة للوجه وضربة ليديه ويمسحهما إلى المرفقين. تيمم الجنب. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلاً سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء، فقال سعيد: إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل. قال يحيى: قال مالك في من احتلم وهو في سفر ولا يقدر على ماء إلا قدر الوضوء، وهو لا يعطش حتى يأتي الماء، قال: يغسل بذلك الماء فرجا وما أصابه من ذلك الأذى، ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله تعالى. قال: وسئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة، هل يتيمم بالسباخ وهل تكره الصلاة في السباخ؟ قال مالك: لا بأس بالصلاة في السباخ والتيمم منها، لأن الله تبارك وتعالى قال: فتيمموا صعيدا طيبا. فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان أو غيره. وليتفضل الآن فضيلة مولانا الأستاذ الدكتور محمد أبو هاشم مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هكذا نبدأ إن شاء الله خلف فضيلتكم مولانا، لأننا نعتقد أنك رجل تسلل إلينا من عصر الصحابة، فرضي الله عنكم مولانا الكريم، ورضي الله عن مولانا الإمام الحسين ومن نحن في رحابه، وعن أهل الحديث جميعا. باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض.
حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتشد عليها إيزارها ثم شأنك بأعلاها. وحدثني عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد، وأنها قد وسبت وسبة شديدة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك نفستي، يعني الحيضة. فقالت: نعم. قال: شدي عليك، شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشد إيزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. هنا أريد أن أوضح أن سيدنا عبد الله بن عمر لما أرسل للسيدة عائشة أرسل لها إحدى نسائه، يعني لم يسألها هو أو لم يسألها رجل عن هذا الأمر، ليكن يكون الأمر واضحا يعني. فهو الرواية يقول أنه أرسل إليها إحدى نسائه تسأل السيدة عائشة عن حال النساء في هذا الأمر. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم ابن عبد الله وسليمان ابن يسار سئل عن الحائض: هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ فقال: لا، حتى تغتسل. باب طهر الحائض. حدثني يحيى عن مالك عن علقمة ابن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كانت النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها القرصف فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. يعني هنا إن النساء كانوا بيستعجلن الطهر عشان يؤدين الصلاة، وفي هذا حرص من النساء على أداء الصلوات في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يرسلوا الجزء الذي يعني كنا يحتجبن به إلى السيدة عائشة، فإذا رأت أنها بيضاء، أن القماش بيضاء، فتعرف أنها طهرت. أما ما زال فيها إصفرار فما زال آثار للحيض فلا تطهر حتى لا ترى لونا من ألوان الدم ولا الإصفرار. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنه زيد بن ثابت عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كنا يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول: ما كان النساء يصنعن هذا. وسئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء، هل تتيمم؟ قال: نعم، لتتيمم، فإن مثلها مثل الجنوب، إذا لم يجد ماء تيمم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، نتابع القراءة الحديثية لقراءة موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى في مسجد سيدي ومولاي الحسين رضي الله عنه. قال ابن وضاح: باب جامع الحيضة. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة. قال: وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم قال تكف عن الصلاة. قال يحيى: قال مالك: وذلك الأمر عندنا، يقصد في المدينة عمل أهل المدينة. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر. وهنا هذه الرواية خطأ من يحيى بن يحيى الليثي، انفرد بقوله عن أبيه هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة، لأن فاطمة هذه زوجة هشام بن عروة، وكل رواة الموطأ قالوا عن هشام عن امرأته فاطمة بنت المنذر، وهي ابنة عمه، وكانت أكبر منه 13 سنة. فرواية يحيى في هذا خطأ كما قال العلماء، وكل من رواه عن هشام لا يقول عن عروة، فعروة لم يروي عن فاطمة أبدا. فالصحيح مالك عن هشام عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء جدتها وجدة هشام أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه. باب المستحاضة. الاستحاضة دم يجري في غير عادته بعكس الحيض، هو دم يجري في عادته، أما الاستحاضة فدم يجري في أكثر العادة، ويكون سببه يعني عرق أدنى الرحم بخلاف الحيض، يكون من قعر الرحم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش، وهي فاطمة بنت قيس القرشية، وليست فاطمة بنت قيس التي طلقت ثلاثا، هذه غيرها. في فرق بين فاطمة بنت قيس القرشية هذه الأسدية، والثانية فاطمة بنت قيس الفهرية، ليست هي، هما اثنتان. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله، إني لا أطهر فأدع الصلاة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الليث بن سعد وغيره عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل عن أم سلمة، فجعلوا بين سليمان وأم سلمة رجلاً، فكأنه شبه منقطع في موطأ مالك بين سليمان وأم سلمة، قالوا لم يسمع منها.
وقال ابن عبد البر: لعله سمع من رجل عنها ثم سمع منها مباشرة فحدث به على الوجهين. عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي، يعني تتحفظ بعد عادتها المعروفة، تتحفظ بثوب ثم تصلي وتتوضأ لكل صلاة كما سيأتي. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي. ذكر العلماء أن هنا وهماً وقع في قوله زينب بنت جحش، فإن زينب لم يتزوجها عبد الرحمن بن عوف، هي أم المؤمنين كانت تحت زيد بن حارثة فطلقها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يقول إن بنات جحش ثلاث كلهن يسمى بزينب، فزينب أم المؤمنين، والثانية زينب ولقبها حمنة، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف ويقال لها أم حبيبة ويقال أم حبيب، والثالثة كانت تحت عبد الرحمن بن عوف الثالثة. فإذا كانوا كلهن زي زيانب فلا وهم يقع في الموطأ. قال: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله: كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال: تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة. وهنا أيضاً يعني ذكر الإمام مالك أن حصل وهماً من أحد الرواة في قوله من طهر إلى طهر، فرواه من ظهر إلى ظهر. قال مالك: وهم من قال ذلك، والصحيح أنه لا وهم، فإنه معروف عن سعيد بن المسيب بأنه قال من ظهر إلى ظهر، وكذلك رواه غير مالك وغير سمي، رووه أيضاً عن سعيد بن المسيب بقوله من ظهر إلى ظهر. فقال: تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استسفرت. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلاً واحداً ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها، وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها، وإنما هي بمنزلة المستحاضة. طبعاً المستحاضة باتفاق يعني يجوز لها الصلاة وقراءة القرآن وحمل المصحف، أما الوطأ ففيه خلاف بين أهل العلم، الجمهور على جواز الوطأ وقاسوه على الصلاة، والصلاة أعظم. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك. يعني قال الإمام أحمد ثلاثة أحاديث في الحيض، اثنان منهما يعني صحيحان أقبلهما، والثالث في قلبي منه شيء. الصحيح عنده حديث عائشة وحديث أم سلمة، وأما حديث حمنة ففي قلبه منه للخلاف الذي جاء في اسمها. هذا والله أعلم. ويكمل القراءة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نصر اللبان، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واتبع سنته إلى يوم الدين وبعد. باب ما جاء في بول الصبي. قال عبيد الله الليثي قال حدثني يحيى وهو والده عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه. أتبع الرسول صلى الله عليه وسلم البول بالماء. وهذا الحديث أخرجه البخاري وأخرجه الإمام مسلم أيضا. وقال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه صلى الله عليه وسلم في حجره، وفيه رواية حجره أو حجره أو حجره، فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. باب ما جاء في البول قائما. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد أنه قال دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول، فصاح الناس حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه، فتركوه فبال. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبول قائما. قال يحيى وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر؟ فقال بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول. يتوضؤون من الغائط، المقصود يغسلون الدبر. باب ما جاء في السواك. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. قال ابن عبد البر هذا الحديث يدخل في المسند لاتصاله من غير ما وجه ولما يدل عليه اللفظ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء،
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا ثابت ووارد في الصحيحين، وهذا والله أعلم. تنتقل القراءة إلى الدكتور أسامة. بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا نتابع مع حضراتكم قراءة موطأ الإمام مالك إمام دار الهجرة برواية يحيى ابن يحيى الليثي الأندلسي. قال: باب ما جاء في النداء للصلاة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة، فأري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث ابن الخزرج خشبتين في النوم، فقال: إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل: ألا تؤذنون للصلاة؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وهذا الحديث أخرجه الأئمة التسعة. قال: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ومعنى يستهموا يقترعوا، أي يجرون قرعة أيهم يكون في الصف الأول أو أيهم يؤذن للصلاة. ولو يعلمون ما في التهجير، والتهجير يعني التبكير إلى الصلاة، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. قال: وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة، يعني إذا أقيمت الصلاة، إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد يعني الخدري رضي الله عنه:
سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إفادة من سيدنا أبي سعيد الخدري برفع الحديث إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع النداء، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة يعني أقيمت الصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب يعني الإقامة أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا واذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، يعني لا يدري كم صلى. قال: وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: ساعتان يفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة، والصف في سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله. وهذا الحديث أحبابنا الكرام، وإن كان في ظاهره أنه موقوف على سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، إلا أنه يأخذ حكم الرفع، لأن مثل هذا مما لا يقال بالرأي والاجتهاد، وإنما مناط هذا الوحي والسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وسئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت؟ فقال: لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس. وهذا الحديث يا سادة له رواية مرفوعة، وهي في صحيح الإمام البخاري من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. قال: وسئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة، يعني تقال مثنى مثنى، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين. وقال: وسئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة، ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة؟ فقال، يعني الإمام مالك: لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه، فأما الإقامة فإنها لا تثنى، وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له، إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد. قال: وسئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، قال مالك: ذلك مجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. قال: وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة، ومن أول من سلم عليه؟ فقال: لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول. وهذا يدل على وجود أمور استحدثت في زمان الإمام مالك رضي الله عنه، ولما قارنها الإمام مالك بالأدلة التي وصلت إليه عن زمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فقال: لم يبلغني ذلك. قال يحيى: وسئل مالك
عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد فلم يأتيه أحد فأقام الصلاة وصلى وحده ثم جاء الناس بعد أن فرغ أيعيد الصلاة معهم؟ قال لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده. قال قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره فقال لا بأس بذلك، إقامته وإقامة غيره سواء. قال قال يحيى قال مالك لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم، فأمره عمر رضي الله عنه أن يجعلها في نداء الصبح. وهذا أيضا له حديث مرفوع ولكن من وجه ضعيف وعند أهل العلم يعضد بعضه بعضا. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. وهذه الرواية يا إخوانا وأمثالها من الروايات لربما يتخذها بعض الذين يتكلمون في أمر الدين وفي أمر الفقه وفي أمر السنة النبوية فيقول البدعة أو تغيير أمور الصلاة أو تغيير ثوابت الدين تمت في عصر مالك وهو في عصر مبكر، فماذا تقولون؟ هذه شبهة يرددها هؤلاء. لكن نقول لهم التغيير يا سادة لم يكن بالبدعة الضلالة المنكرة أو ببدعة الغواية التي لربما يعتقد أناس كذلك، ولكن غاية ما في الأمر أنهم كانوا يريدون أن تكون الصلاة كما كانت في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون الخشية حينما يقدم الإنسان على الصلاة، وأن تكون مراقبته لله، وأن يكون خشوعه في الصلاة كما كان في الزمان الأول والعلم عند الله. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو في البقيع فأسرع المشي إلى المسجد. باب النداء في السفر وعلى غير وضوء. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. وهذا يا إخوانا المطر والبرد والريح إنما هو أمثلة، ولكن يعني اتخذت وزارة الأوقاف المصرية وغيرها من وزارات الأوقاف في العالم الإسلامي في وقت وباء كورونا مثل هذه السنة، يعني عافانا الله وعافى جميع البلاد من تلك الأوبئة يا رب العالمين، كانوا يعني ينادون في الصلاة ويزيدون فيها ألا صلوا في الرحال أو ألا صلوا في رحالكم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه. قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن. قال قال يحيى سمعت مالكا رضي الله عنه يقول لا بأس
أن يؤذن الرجل وهو راكب قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أنه كان يقول: من صلى بأرض فلاه، صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال. وهذا من المرسل يا إخواننا الذي يحكم العلماء عليه بأنه له حكم المرفوع، يعني قطعاً سيدنا سعيد سمعه من صحابي، والصحابي سمعه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعاً ده معروف ومعلوم في كتب مصطلح الحديث. باب قدر السحور من النداء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وهذا حكمه حكم المرسل، ولكنه مرفوع بالروايات الأخرى. قال: إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت. وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منا ومنكم وختم لنا ولكم بالصالحات، إنه على كل شيء قدير.